وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال جمعة الغضب لنصرة الاقصى. الداخلية السعودية تعلن مقتل 3 مطلوبين في اشتباكات بالقطيف. والجيش الوطني الليبي يتأهب لاقتحام درنا ويكثف من ضرباته الجوية على مواقع المسلحين بداخلها. عصر من أونلايف، أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك شيماء، أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات يوم الغضب ضد الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى. وفي باب العمود بالقدس استشهد فلسطيني متأثرا بجراحه بعد تعرضه لإطلاق نار من مستوطن إسرائيلي، فيما أصيب آخرون في اشتباكات مع قوات الاحتلال قرب المسجد الأقصى. كما استشهد فلسطيني ثان برصاص الاحتلال في مدينة القدس خلال اقتحامهم مستشفى المقاصد في رام الله. استشهد شاب آخر في مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة رام الله. كان آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة في الشوارع المحيطة بالمسجد الأقصى، وحاولت قوات إسرائيلية تفريق تجمع بالقوة عقب الصلاة قرب المسجد، ما أدى إلى إصابة العشرات. ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرجال دون سن 50 من دخول البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة لأداء الصلاة، مع ازدياد حدة التوتر بسبب التدابير الأمنية التي فرضتها إسرائيل للدخول إلى الحرم القدسي. كما أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاصة وقنابل الغاز من أجل تفريق تجمع للفلسطينيين بالقوة عند حاجز قلنديا. الدكتور أشرف القدر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية معنا هاتفيا. دكتور أهلا بك ومرحبا، يعني آخر التفاصيل بشأن الذين استشهدوا وكذلك عدد المصابين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا زالت الاحداث متتاليه في منطقه القدس ومنطقه القدس المحتله، لا سيما في رام الله والخليل وغيرها من مدن القدس المحتله، وكذلك ايضا في المنطقه الشرقيه الحدوديه لقطاع غزه. حتى هذه اللحظه هناك مساحات واسعه من انتفاضه الشعب ضد الممارسات الاحتلاليه. هناك العديد من الاصابات سقطت حتى هذه اللحظه، ما يزيد عن 200 جريح حتى هذه اللحظة، إضافة إلى 3 شهداء. ولا زالت تتوالى عدد من الإصابات إلى مستشفيات الضفة المحتلة والقدس، لا سيما مستشفى المقاصد التي يتعرض حاليا إلى اقتحامات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة. نعم، طيب دكتور، ما صحة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمستشفيات والقبض على المصابين؟ للأسف الاحتلال الإسرائيلي يمارس حربا إجرامية لا أخلاقية، يقوم تتبع الاصابات التي تسقط في مناطق المواجهات وصولا الى المستشفى ليلاحق هذه الاصابات في مستشفى المقاصد وغيرها حتى يتم اعتقالهم. ولذلك الطواقم الطبيه تقوم بالدفاع عن هؤلاء المصابين، اما بتضميد جراحهم او بمنع دخول المستوطنين وكذلك قوات الاحتلال الى داخل المستشفى. طيب كيف يتم التعامل مع هذه القوات وهي قادمة للقبض على المصابين الذين قد تكون حالتهم حرجة في بعض الأحيان؟ للأسف الطواقم الطبية وكذلك المواطنين يقومون بصد هذه القوات المدججة بالسلاح بصدور عالية، لذلك هناك مناشدات أطلقتها الطواقم الطبية وكذلك المراكز الحقوقية لكافة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال حتى يبتعد عن محيط المستشفيات ليتسنى للطواقم الطبية القيام بعملها وفق القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. نعم، طيب دكتور، عدد من استشهدوا حتى هذه اللحظة، وهل هناك احتمالية لازدياد عدد الشهداء اليوم؟ حتى اللحظة هناك 3 شهداء وهناك أكثر من 200 جريح، من بين الجرحى أكثر من 15 إصابة
مرشحة بالاستشهاد لأن حالتها خطرة للغاية. الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار بشكل موجه على المناطق العلوية من الجسم والرأس، وبالتالي هناك إصابات بالغة الخطورة تصل إلى المستشفيات، وهناك إمعان من قبل الاحتلال باستخدام مفرط العنف ضد المدنيين العزال. نعم، طيب دكتور أشرف، بالطبع الانتهاكات الإسرائيلية لا نهاية لها، ولكن هل أنتم في وزارة الصحة الفلسطينية تواصلتم مع الحكومة الفلسطينية أو بعض القيادات التي لديها التحرك أو لديها الكلمة في الداخل الفلسطيني لمواجهة التحركات الإسرائيلية أو الانتهاكات الإسرائيلية حتى في بحق المصابين في المستشفيات الفلسطينية؟ هناك تواصل مستمر مع كافة الأطراف والجهات حتى يتم وصول آمن للمصابين للمستشفيات القدس والضفة المحتلة، ولكن كما قلت الاحتلال الإسرائيلي يمعن بإفراط باستخدام القوة المفرطة، إضافة إلى ذلك لا يتعامل بأخلاقيات الحروب والمواجهات، وبالتالي هذا الاحتلال الآن يضرب بعرض الحائط كافة المواقف الدولية وكافة الاتصالات الموجهة بالاحتلال. نعم، طيب حوالي يعني 100 مصاب، يعني ما هي ملامح الإصابات التي طبعا يعني قامت بها القوات الإسرائيلية للفلسطينيين، يعني ملامح هذه الإصابات بالضبط؟ أكثر من 200 وصلت إلى مستشفيات القدس والضفة. مجمل الإصابات كانت في المناطق العلوية من الجسم. إسرائيل تستخدم القوة المفرطة كما قلت للعنف باستخدام الرصاص الحي، وبذلك وإضافة إلى ذلك قنابل الغاز السام وغاز الأعصاب، وبالتالي هناك استخدام مفرط للعنف واستخدام محرم للأسلحة، ولذلك نحن نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وكافة الجهات المعنية بتتبع هذه المخالفات القانونية لتجريم الاحتلال وكفه عن ممارساته العنصرية بحق شعبنا الأعزاء. يعني يمكن أن دكتور أن نقول أنه يتم توثيق الانتهاكات الإسرائيلية من قبل الصليب الأحمر؟ الآن كافة الساحات مفتوحة أمام الجهات الدولية وكذلك الصحافة المحلية والإقليمية والدولية، والكل يعاين عن كثب حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد المواطنين وضد الطواقم الطبية، وكل شيء أصبح موثق، ولا يمكن أن يخادعنا الاحتلال بإطلاق تصريحات مخالفة للواقع التي يلمسه المجتمع الدولي وكذلك المجتمع الإعلامي. كل شيء الآن يحدث في المناطق التي يكون بها التظاهرات، هناك توثيق واضح من كافة الجهات لهذه الجرائم والاستخدام المفرط من العنف من قبل الاحتلال الإسرائيلي. طيب، مع هذه الانتهاكات المتكررة من الجانب الإسرائيلي بحق أيضا المصابين والمستشفيات، هل المستشفيات مجهزة أم الجانب الإسرائيلي أيضا ينتهك حرمة هذه المستشفيات ويقوم ب يعني عرقلة وصول الإمكانيات التي قد تكون متاحة في المستشفيات لاستقبال المصابين؟ كانت المستشفيات في الضفة المحتلة أو القدس مجهزة، كانت منذ الأمس وأمس الأول لاستقبال جموع المصابين التي تصل إلى مستشفيات الضفة والقدس، ولكن حجم الإصابات الآن بدأ يستنزف القوة الاستعراضية لهذه المستشفيات، إضافة إلى نفاذ كميات الدم، ولذلك هناك إطلاق من مناشدات لتوجه المواطنين باتجاه المشافي للتبرع بالدم، لأن العديد من الإصابات تحتاج إلى كميات واثرة من الدم ولا توجد حتى هذه اللحظة كميات من الدم، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي أيضا يعيق وصول المواطنين للتبرع بالدم إلى مستشفى المقاصد وغيرها من المستشفيات. كان الله في عون الفلسطينيين. الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. للمزيد أيضا من المتابعة ينضم إلينا سفير أحمد الرويضي ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين. سيادة السفير، بعد التحية، يعني كل المواثيق الدولية تؤكد، وطبعا المجتمع الدولي التي أكدت على الوضع التاريخي لمدينة القدس وأن السيادة الحصرية والوحيدة على الحرم القدسي وعلى البوابات وعلى الساحات الخاصة بهذا الحرم هي حصرية لوزارة الأوقاف أو شؤون الأوقاف الإسلامية في القدس. كيف تقرؤون هذا المشهد خاصة وسياسات محاولة تهويد القدس منذ تم احتلاله؟ يعني أولا مساء الخير. خلال الخمس سنوات الأخيرة شاهدنا يعني إجراءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك بعدة أشكال، اقتحامات يومية من قبل المستوطنين
بحماية الأمن الإسرائيلي، بعض جنود الاحتلال يؤدي التحية العسكرية داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، رفع العلم الإسرائيلي، الاعتداء على المرابطين والمرابطات، أيضا منع الأوقاف الإسلامية من القيام بدورها في المسجد الأقصى المبارك، مشاريع استيطانية عديدة بمقبرة باب الرحمة، جسر هوائي بجانب السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، حفريات أسفل المسجد. كان هناك عمل يعني على شكل برنامج قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع التاريخي القائم بالمسجد الأقصى المبارك، بحيث تصبح إسرائيل هي صاحبة السيادة وتقلم أظافر دائرة الأوقاف الإسلامية تدريجيا، إلى أن جاء الحدث يوم الجمعة الماضي اللي واضح أنه مبيت واستغلته إسرائيل وبدأت بفرض الأمر واقع في المسجد الأقصى المبارك من خلال أولا إغلاقه بكامل يومي الجمعة والسبت، ثم يوم الأحد تفاجأنا بوجود هذه البوابات الإلكترونية وتركيب كاميرات، وبالتالي كان الإجماع الفلسطيني في مدينة القدس وفي الشعب الفلسطيني كاملا بمراجع الدينية وقواه وفعالياته برفض الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك مع وجود هذه البوابات، وأن هذه البوابات هي اعتداء على الوضع التاريخي القائم الذي يعطي الصلاحية الكاملة لإدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية باعتبار صاحب اعتبار الأردنية جميع صاحبة الوصاية، وبالتالي هي مسؤولة عن الأمن، عن الشؤون الدينية في المسجد الأقصى، وعن أيضا برنامج التعمير. لكن باعتقادي الآن نتنياهو يحاول أن يستغل هذا الظرف ويضع وكأنه صاحب المكان، بل أكثر من ذلك هو الآن يتحدث من خلال أعضاء في حكومته بصوت عالٍ على أن بين قوسين جبل هيكل في إشارة إلى المسجد الأقصى أنه للسيادة اليهودية وأنه لليهود، وبالتالي حرماننا كمسلمين من التواجد في هذا المكان على غرار ما حصل بالحرم الإبراهيمي أو تخصيص حي صغير للمسلمين في داخل المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي إقامة الهيكل المزعوم اللي بتحدثوا عنه. وهي على فكرة تصريحات نشرت لوزيرة الثقافة في حكومة الاحتلال لوزير الأمن الداخلي. على كل أيضا اليوم المقدسيون كانوا واضحين، حتى اللحظة شهيدين في القدس سقطوا بإطلاق النار من قبل أحدهم من قبل مستوطن، وأنا أعتقد أن العدد ارتفع إلى 3 سيادة السفير، يعني حتى اللحظة الثالث لم يتم تأكيده، يعني هي يشار إلى أنه أحد الشهداء في مخيم شعفاط على يد المستعربين، لكن لم يتم يعني ذكر الاسم والتأكيد حتى اللحظة، لكن شهيدين دفنا في القدس حتى لا يتم احتجاز جثامينهم كما هي العادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، قامت العائلات بتهريبهم ومباشرة دفنهم بعد أن استحضرت عائلاتهم ووالديهم لتوديعهم. على كل هذه الرسالة كانت واضحة أن هذا مكان مقدس حق خالص المسلمين، 144 دنم، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بأن يفرض أي إجراءات في المسجد الأقصى المبارك تتعارض وقدسية المكان كمكان للمسلمين. يعني هل تعتقد أن يعني الانتفاضة الفلسطينية الثانية من 2000-2005، كيف ترى هذه الغضبة الفلسطينية ضد التصعيد الإسرائيلي الأخير؟ هل هي انتفاضة فعلا أم هي فقط مقدمة لغضبة فلسطينية من الوضع القائم؟ شوف، أنت تتحدث هنا عن المسجد الأقصى المبارك، نعم، المكان له قيمة وقدسية عالية لدى الفلسطينيين كمسلمين ومسيحيين، أيضا تتحدث عن احتلال يريد أن ينهي وجودك في مكان مقدس بالنسبة إليك، أيضا عن احتلال يكذب أمام العالم ويقول أنه يحرم يعني يحترم حرية الأديان والعبادة في الأماكن المقدسة، في حين أن إجراءاته على الأرض تتعارض مع ذلك بالمطلق، ويغلق القدس بجدار فصل عنصري ويمنع وصول المسلمين والمسيحيين إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ويحدد الأعمار في فترات معينة، أحيانا يغلق المسجد بالكامل كما حصل خلال الأسبوع الماضي. وبالتالي أنا بعتقد أنه هذا الموضوع باعتبار أنه يمس كل مسلم، بدأت حتى الشعوب العربية والإسلامية نشاهد تحرك، أيضا على المستوى الرسمي هناك اتصالات، أطراف دولية مختلفة تتحرك، منظمة التعاون الإسلامي الآن دعت الاجتماع عاجل للدول الأعضاء فيها يوم الاثنين القادم،
ايضا هناك في الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه بدات في عمليه الضغط يعني تتحدث سياده السفير احمد عن تحركات على المستوى الدولي ومستوى المحلي من قبل القيادات الفلسطينيه ومن قبل كل المنظمات الفلسطينيه. نشكر لك سياده السفير احمد الرويضي ممثل منظمه التعاون الاسلامي في فلسطين، نشكر لك كل هذه التفاصيل. عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا مع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ليقدم له تقريرا تفصيليا عن الأوضاع الأمنية في الأراضي المحتلة والتداعيات المتوقعة على ضوء قرار الاحتلال بعدم إزالة البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة والحواجز واستمراره بإغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين. هذا ومن المقرر أن يترأس رئيس الفلسطيني اليوم اجتماعا للقيادة في رام الله لإطلاعها على نتائج الاتصالات ولاتخاذ القرارات اللازمة إزاء التطورات في القدس. شهدت عدة مدن أردنية بعد صلاة الجمعة مسيرات تضامنية مع المسجد الأقصى وما يتعرض له من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. وندد المشاركون في هذه المسيرات باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد والمصلين الفلسطينيين فيه، مؤكدين أنها تحد لملايين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ودعا المتضامنون إلى موقف عربي إسلامي حازم يردع الاحتلال ويضع حدا للانتهاكات المتكررة للمقدسات في القدس المحتلة، كما طالبوا بتدخل دولي لرفع الظلم عن المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى. شاهدنا هذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد هذا الفاصل. الجيش الليبي ينشر فيديو لعملية السيطرة على منطقة العمارات في بنغازي. أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى التفاصيل. قتل إرهابيان اثنان أثناء مداهمة لوكريهما بمركز طامية بمحافظة الفيوم. وقالت وزارة الداخلية أن قوات الأمن قامت بتحديد ومداهمة وكرين من أوكار عناصر حركة حسمة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، يختبئ بهم عدد من العناصر الإرهابية التابعة للحركة وسابق تورطهم في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية. تم التعامل مع تلك المعلومات وحال مداهمة القوات للوكر الذي يختبئ فيه الإرهابيون فوجئت بإطلاق عيرات نارية تجاهها لما دفعها للتعامل مع مصدر نيران. شيعت اليوم جنازة شهيد حادث الفيوم الإرهابي المجند عصام صبري المتولي من مسقط رأسه بقرية الروضة بمحافظة الدقهلية، وذلك في جنازة عسكرية مهيبة شارك فيها المحافظ والعديد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية وأبناء القرية. نشكر وزارة الداخلية والسيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن الفيوم اللي عام معانا بمجهود كامل وقبض على 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 كفرة إلالات الدين وجاب حقنا واحنا واقفين ودخلني المشرحة وراني جثثهم. هو اللي بيسأل عليا وهو اللي بيجري بي وهو اللي بيديني حنانه حبيبي وروحي. كان بقاله 3 أشهر لسه في الجيش، كان يطلع في شهر 10 بينزل من سفره واخواته، ما كان معاه كل واحد متجوز وقاعد لوحده، هو اللي بيجري على والدته وهو اللي بينزل يساند عليها ويساعدها في كل حاجه، ومالش وعلاجها واكلها وشربها هو اللي كان بيده كل حاجه. وعصام كان شخص دامس الخلق محبوب، قبل ما يخش التنجيل حتى كان بيشتغل اثناء فتره الاجازات كان بينزل شغله. هو زي ما انت حضرتك عارف هم 3 صبيان وبنت واحده وابوه متوفي والاسره هو كان بيعولها يعني. فالله يرحمه احنا تناولنا عرفنا الخبر مسلى الاعلام وبدانا نتحرك. ف عمه وجماعه حركه راحوا الفيوم امبارح والحمد لله احنا طبعا قدروا يجوا في وقت قياسي ويدفن. كان محمد من خيره شباب البلد اخلاقيا والتزام وما حد سمع عنه اي حاجه وحشه، يعني كان مثال للناس اللي هي مجتهدين في البلد في بيعول اسره كامله وبيعول ام 6 مريضه وشاب محبوب من جميع شباب البلد لانه
يعني كان من الشباب المؤدبين جدا جدا في البلد. المزيد معنا من الدقهلية مراسل أونلايف عمر نور الدين. عمر أهلا بك والمزيد معك وأهم الحاضرين. نعم شيماء، لعل العزاء أو الجنازة انتهت باكرا، وبعد ذلك توجهنا إلى المنزل، وكما تابعتم اللقاءات التي أجريناها مع الوالدة الأم والأخ وأيضا الأقارب والسكان عزبة الروضة بقرية الطويلة التابعة لمركز طلخة بمحافظة الدقهلية حيث أنا الآن. ويعني المهم هنا وما يعني أكد عليه الجميع أنهم يعني يتقبلون هذا الأمر، لكن هم يريدون قصاصا، ويبدو أن الأم لم تكن تعرف أن القوات الشرطة يعني أخذت بالثأر وقامت بقتل عنصرين في كما أذعتم قبل قليل في مدينة أو قرية الطويلة بالفيوم، وهذا بحسب بيان وزارة الداخلية التي يعني نشرته قبل ساعة. هذا هو المطلب الأول الذي جاء على جميع الألسنة، لعل هنالك مطالب أخرى لكنها ليست طبعا يعني هم لم يقولون بأنها ستعوضهم وهي لن تعوضهم، لكن في النهاية هي فقط حتى تستمر الحياة فيها لهذه الأسرة المكونة من الأم والأخوين، وهو الأخ الثالث الشهيد محمد عصام المتولي 21 سنة كان عمره، وكان يتبقى له فقط من شهرين إلى ثلاثة حتى ينهي خدمته التي استمرت يعني قرابة 3 سنوات في الأمن المركزي، كان مجندا. وفقط المطلب الأساسي هو أن يحاول المسؤولون أن يوظفوا إما أحدا من أخويه، لأنهما هما الاثنين كانا يعملان أو لازالا يعملان باليومية، ليس لهم أجرا ثابتا أو دخلا ثابتا، كما أن الأم مريضة وهو الذي كان يقوم بإعالتها بشكل أساسي عندما كان ينزل بإجازات، كان يعمل أيضا، هو أيضا الشهيد كان يعمل بيومية وكان يعني يقوم بال يعني إعالتها ويساعد الأسرة أيضا. السيرة الطيبة والحسنة هذا اعتدناه كثيرا في الشهداء الذين يعني ينتمون إلى المراكز والقرى المصرية، يعملون بجد، هذا ما اعتدناه، لكن على الأقل تم الأخذ بالثأر وتستمر المعركة كما أعلن وكما تم القصاص من حركة. نعم شكرا جزيلا لك عمر نور الدين مراسل أونلايف، كنت معنا من الدقهلية، شكرا لك. أكدت وزارة الداخلية أن الانفجار الذي وقع صباح اليوم بمنطقة حدائق المعادي ناتج عن تسريب غاز بمحل مأكولات بالمنطقة، وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الانفجار أسفر عن تهشيم واجهة 3 محلات وحدوث تلفيات بعدد من السيارات المتوقفة أمامه، موضحة أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات بين الأهالي. كان رجال الإدارة العامة للحماية المدنية قد نجحوا في السيطرة على الحريق، حيث تم الدفع ب5 سيارات إطفاء للتعامل مع النيران فور الإبلاغ عن الانفجار. أقلعت طائرة مصر للطيران المتجهة إلى أثينا بعد التأكد من سلبية البلاغ بوجود تهديد أمني بسبب عثور طاقم الضيافة على ورقة ملصقة على أحد المقاعد السياحية، وذلك قبل صعود الركاب. كانت سلطات المطار قامت بسحب الطائرة إلى ممر الطوارئ، وقامت سلطات الأمن بتفتيشها بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، فيما قام خبراء المفرقعات بتفتيشها من خلال أجهزة الكشف. قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل حتى 10 أغسطس، وذلك لمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. وأكدت وزارة الداخلية أن تلك الإجراءات تأتي حرصا على تطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خصوصا في مجال التواصل الاجتماعي مع أسرهم. تنهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم عملية تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، حيث يغلق الموقع الإلكتروني باب تسجيل الرغبات في تمام الساعة 7 مساء. من جانبه أعلن رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي السيد عطا
أعلن أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن بتنسيق المرحلة الأولى بلغ 97 ألف طالب وطالبة، موضحا أنه من المقرر أن تستقبل المرحلة الأولى 109 ألف طالب وطالبة. كشفت وزارة الداخلية السعودية عن تفاصيل مقتل 3 مطلوبين في اشتباك مع قوات الأمن في إحدى بلدات محافظة القطيف. وقالت الداخلية في بيان لها إن المطلوبين تورطوا بجرائم جنائية وإرهابية، منها استهداف رجال ومقار أمن وسطو مسلح وغيرها. وأضافت أنه تم العثور على متفجرات وأسلحة في سيارة المطلوبين. كانت محافظة القطيف قد شهدت أكثر من 22 عاملا إرهابيا منذ مارس الماضي. نشر الجيش الليبي فيديو لعملية السيطرة على منطقة العمارات 12 في بنغازي، وكانت القوات المسلحة الليبية اقتحمت المنطقة وواجهت عناصر تنظيمات الإرهابية والتي احتمت بتلك العمارات، واستطاعت قوات السائق الليبية من السيطرة على المنطقة وتصفية الإرهابيين بشكل كامل. ذكرت مصادر في الجيش الليبي أن القوات المسلحة أصبحت على أهبة الاستعداد لاقتحام مدينة درنا وتخليصها من الإرهاب. يأتي هذا في وقت يواصل سلاح الجو الليبي توجيه ضربات جوية مكثفة على مواقع المسلحين داخل مدينة درنا. ودعت قيادة القوات المسلحة أهالي المدينة إلى التعاون مع رجال الجيش والانتفاض ضد الإرهاب، لافتة إلى أن الوحدات العسكرية أحكمت السيطرة على المحاور الستة المؤدية لمدينة درنا. قتل 8 من عناصر حزب الله وأصيب آخرون خلال اشتباكات في بلدة عرسال الحدودية شمال شرق لبنان. وكان مصدر أمني لبناني قال إن الجيش استهدف مجموعة إرهابية حاولت الفرار باتجاه بلدة عرسال في شمال شرق لبنان من مناطق مجاورة، كما شن الجيش السوري وجماعة حزب الله اللبنانية شنوا هجوما استهدف المسلحين بالمناطق المجاورة للمنطقة الحدودية الجبلية بين سوريا ولبنان. تصاعد جديد للتوتر بين ألمانيا وتركيا على خلفية اعتقال أنقرة نشطاء في مجال حقوق الإنسان من بينهم مواطن ألماني. صحيفة بيلد الألمانية نقلت عن مصادر حكومية قولها إن ألمانيا جمدت مشروعات تسليح جارية مع تركيا وأخرى متوقعة. في خطوة ربما تقف حجر عسرة في طريق الحلم التركي بالانضمام للاتحاد الأوروبي، أعلنت ألمانيا أنها ستعيد النظر في مسار سياساتها حال أنقرة بعد توقيف الأخير ناشطين حقوقيين، محذرة مواطنيها من السفر إلى تركيا. وزير الخارجية الألماني سيغمار جابرييل قال في مؤتمر صحفي إن برلين بحاجة إلى إعادة توجيه سياساتها حال تركيا، مؤكدا أن انتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن أن تبقى بلا عواقب. اعتقال السلطات التركية للناشطين أمر مبالغ فيه ولا يتوافق مع القانون. ألمانيا صبرت كثيرا على تركيا، لذلك نطالب مواطنينا بعدم السفر إلى تركيا وتوخي الحذر. الخارجية الألمانية التي بادرت باتخاذ خطوات احتجاجية رسمية عبر استدعاء السفير التركي في برلين وصلت إصدار توصيات جديدة أقسى من السابقة بشأن السفر إلى تركيا، موضحة أن المسافرين إلى تركيا مدعوون إلى زيادة الحذر وإلى تسجيل أسمائهم لدى القنصليات حتى لو كانت الرحلة قصيرة. الخطوات التصعيدية الألمانية الأخيرة تثبت صحة الانتهاكات التي يرتكبها أردوغان سواء عن طريق السياسات القمعية في الداخل أو الدور التركي الداعم لقطر، فقطر لم تكن وحدها داعم للجماعات المتطرفة، لكن هناك دولا أخرى تقوم بهذا الدور وعلى رأسها تركيا التي تسعى إلى استعادة الإمبراطورية العثمانية. ولعل ما يؤكد دعم التركي للنظام القطري الراعي للإرهاب في المنطقة هو وصول الدفعة السادسة من القوات المسلحة التركية إلى الدوحة لحماية النظام حمد بن تميم الذي بدأ يترنح عقب المقاطعة العربية الأخيرة له. المناورات التركية وملاحقة النشطاء الحقوقيين والصحفيين من المرجح أن تبقى مستمرة في ظل سياسات قمعية تركية تتخذ من الإرهاب ذريعة لتكميم الأفواه وكبت الحريات. قال رئيس بلدية جزيرة كوس اليونانية إن ما لا يقل عن شخصين قتلا وأصيب آخرون بجراح
جراء الزلزال القوي الذي وقع بين اليونان وتركيا في وقت مبكر من اليوم. كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت أن زلزالا بلغت شدته 6.7 من عشرة درجة على مقياس ريختر وقع في وقت سابق من اليوم الجمعة قبالة منطقة ساحلية في جنوب غرب تركيا. تطرح وزارة الإسكان اليوم الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي في 22 محافظة. هذا ويبدأ حجز الوحدات السكنية التي تصل مساحتها إلى 90 مترا كاملة التشطيب اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك من خلال مكاتب البريد المصري. يتم تسليمها في فترة لا تتجاوز العام. أبقت وكالة مودز الائتمانية تصنيف الائتماني لمصر عند مستوى مستقر بثلاثة في تقرير لها عقب انتهاء صندوق النقد الدولي من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكدت الوكالة أن النتيجة الإيجابية للمراجعة التي أجريت تدعم تصنيف الائتماني لمصر، كونها تشير إلى حجم التقدم الذي حققته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات. هذا وقد توقعت وكالة مودز أن ينكمش العجز في الحساب الجاري للمدفوعات في مصر تدريجيا إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2020. المشاهدين نتحول بكم إلى هذا المؤتمر الصحفي للكابتن أحمد أيوب مدرب النادي الأهلي وحديث عن البطولة العربية. نتابع. ممكن تكون في سكتنا، ممكن يكون الترجي في سكتنا واحنا هنقابله تاني في افريقيا. احنا على المستوى الفني مش عاوزين نستبق الاحداث، احنا عندنا مرحله اولى لازم نتعامل معاها بشكل جيد، لسه عندنا مجموعه فيها ثلاث فرق بنشوفهم بشكل كويس، عاوزين يعني ناخد الهدف من مجموعتنا ونطلع اول ان شاء الله ونوصل الدور اللي بعد كده. بعد كده ممكن الكلام هنقابل الترجي، هنقابل فرقه غير الترجي، ممكن يكون يعني في متغيرات ممكن نقابلها ونتعامل معاها، بس انا مش عاوز اسبق الاحداث. انا عندي مجموعه فيها ثلاث فرق، اوكي، ما انا مش عاوز استبق الاحداث. انا عندي يعني عندي مجموعه لازم اعيشها بشكل كويس، لازم ادرسها بشكل كويس، وعندي فرق كل واحد عنده طموحه وعنده اهدافه المشروعه في البطوله، لازم اتعامل معاها بشكل ايجابي واخد الغرض والهدف من المجموعه، ولما اصعد ابدا افكر في المرحله اللي بعد كده. ما ينفعش وانا في مجموعه ولسه ما لعبتش حتى اول مباراه وافكر في ماتش الترجي، طب انا هقابله، ممكن اقابله في بعد كده في افريقيا. يعني اعتقد كده هيبقى في تضارب في الشغل وتداخل، لازم اركز في المرحله بس الاولى اللي انا فيها، وبعد كده لكل وقت حديثه. يعني السؤال الثاني على طبيعي ان انا قلت لك احنا كجهاز كنا مجبرين لمصلحه النادي ومصلحه الفرقه ان احنا نريح لعيبه مجهده جدا، وكان مشاركتهم في البطوله دي ممكن يضرهم ويضر النادي ويضر منتخب مصر، ممكن لا قدر الله يحصل اصابات الفتره البينيه اللي بين الموسم كده، يعني مع وجود البطوله مش موجوده. انا بضر لعيبتي، بضر منتخب مصر، بضر النادي الاهلي لو في اصابات. منتخب مصر داخل على مرحله مهمه الفتره الجايه، تصفيات كاس عالم، محتاج جاهزيه اللعيبه دي. انا بحافظ له على لعيبه، انا لما رايح لعيب اساسي عندي واساسي في منتخب مصر وبيلعب وبيسافر وبيروح وبيجي برايحه علشان النادي الاهلي الفتره الجايه وعشان منتخب مصر، اكيد دي مصلحه اللعيب، مصلحه النادي ومصلحه منتخب مصر، وده فكر كابتن حسام وفكر الجهاز الفني، وده يعني. واحنا بالنسبه لنا نعم، ما انا بقول لك احنا بالنسبه لنا يعني ان شاء الله مفيش مشكله. احنا عندنا، انا بقول لك عندنا اكتر من 30 لعيب كلهم جاهزين، كلهم يتمنوا المشاركه، كلهم عندهم يعني اهدافهم انه لما يشارك يظهر بمستوى كويس ويقاتل عشان يحجز مكانه في الفرقه، وده هدف مشروع البطوله بالنسبه له، هدف انه يشارك يظهر بمستوى كويس. كل الناس الفتره الاخيره بتتكلم يعني مين فلان ما بيشاركش، ليه ما بيشاركش البطوله العربيه؟ يمكن تكون فرصه لبعض الناس اللي ما كانتش تشارك انها تشارك وتظهر بمستوى كويس ان شاء الله. احنا كنادي اهلي كمان نستفيد منها، انا مش عاوز اسبق الاحداث زي ما انت بتقول، يعني في اعارات في قايمه برضو، لسه الكلام ده لسه مرحله جايه، عندي بطوله ممكن الكلام فيها يتغير، بعد البطوله الكلام يتغير بشكل كبير على لعيبه كتير. زي اول يعني اول الموسم ساعات بيبقى في سؤال دايما اول الموسم، هو مين اللي ماشي، هو مين اللي يا جماعه
احنا اول موسم بيبقى فيه اهداف للموسم. انا ما اقدرش، انا ممكن الجهاز الفني في بدايه موسم يبقى عنده قصور او نقص في مركز او لاعب مش على مستوى مطلوب، ممكن مع الدوري ومع الكاس ومع الموسم بيبقى فيه متغيرات كتيره جدا الجهاز الفني ممكن بيتعامل معاها، ممكن في تطور في مستوى لاعب، في انخفاض مستوى لاعب، انت الحاجات دي انت المفروض بتتعامل معاها خلال الموسم، بس لما يجي وقتها بيبقى فيه قرار. يعني انما ما ينفعش نستبق الاحداث بقرارات ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. اتفضل. سؤال من الاردن. مساك بالخير كابتن احمد. اهلا وسهلا. طبعا المباراه الجايه هتكون امام فريق النادي الفيصلي الاردني. شو يعني معلوماتك عن النادي الفيصلي وتحضيرك لهذه المباراه؟ وسؤال ثاني يعني عدم مؤاخذه. اتفضل. هل هذه اول مباراه لك الفوز كمدرب عام او ينطبق مباراه الدوري؟ لا، في البدايه انا قلت ان في تنسيق، يعني طبعا هي مسؤوليه كبيره ان انا موجود دلوقتي يعني مع النادي الاهلي، ولكن الموضوع ممكن يكون صعب، ولكن هو سهل في نفس الوقت. هو صعب لما اكون لوحدي، ولكن سهل لما اكون في تواصل دائم مع كابتن حسام. في خطوط عريضه كجهاز فني بتبقى محطوطه بنمشي عليها، في سيستم للتدريب معين، في تكتيك معين عندنا طول الموسم، يمكن الفرقه ليها شكل معين لان احنا محافظين على تكتيك معين ماشيين بيه. مفيش تغيير كتير في استراتيجيه الفرقه ولا سياستها الفنيه، لان دي خطوط عريضه تم الاتفاق عليها من بدايه الموسم، وكابتن حسام يعني دايما بنتمرن عليها، فالطبيعي ان انا همشي على نفس النهج. في تواصل دايما مع كابتن حسام على المستوى الفني والتكتيك واستراتيجيه الفرقه، مفيش تغيير اكيد، ولكن وارد يبقى في اثناء المباراه في حاجات لازم اكيد الواحد هيتعامل معاها. من هنا السهولة انك دايما على تواصل مع المدير الفني المسؤول عن الفرقة. يمكن انت بتقولي الاول يعني اول مباراة ليا مع في وجودي لوحدي، يمكن من موسمين كنت موجود مع الفرقة وكان مع مستر جاريدو، كان في مباراة ما كانش موجود وكنت موجود برضو مع الفرقة، فالموضوع يعني مش غريب. ان شاء الله الموضوع يبقى يعني كلنا ثقه في اللعيبه وكلنا ثقه في الفرقه ان شاء الله نقدم بطوله جيده. احنا جينا عشان نكسب رغم راحه اللعيبه اللي عندنا، ولكن ثقتنا كبيره في لعيبتنا اللي موجوده انهم يقدروا يحققوا البطوله دي للنادي الاهلي. كمان بطوله بقى لها فتره ما بتتلعبش، بقى لنا فتره ما شاركناش فيها، نتمنى ان احنا ندخلها مصر ان شاء الله عن طريق النادي الاهلي. بالنسبه للفريق الفيصلي، انا عارف ان الفريق الفيصلي الفريق الفيصلي عنده خبره كبيره في البطولات العربيه، دايما بيشارك، دايما بيظهر مستوى كويس، عارف انه من الفرق اللي ليها يعني تاريخ كبير في الاردن، دايما حقق بطولات، عارف انه كمان ان الموسم الاخير محقق الدوري ومحقق الكاس، عنده لعيبه مميزه. يمكن احنا اتفرجنا الفتره الاخيره يمكن كان عندنا ارتباطات كتيره، يعني ما كناش مركزين بشكل كبير في اجواء البطوله، ان كان عندنا ارتباطات سواء في افريقيا او في الكاس او في الدوري، كان يهمنا نقدم فيها مردود كويس، والحمد لله قد كان. اليومين اللي فاتوا انا على المستوى الشخصي والفرقه بدانا نتفرج على الفريق الفيصلي، يعني شفناه بشكل كويس، يمكن شفنا المباراه الاخيره ليه في نهائي الكاس امام الجزيره، شفت مباراه في الدوري، شفت العناصر بتاعته بشكل جيد، عارفين قيمه فريق الفيصلي، فرقه اعتقد جيده، وانا من خلال رؤيتي ليها عندها طموح كبير في المنافسه على البطوله، من خلال رؤيتي للفرقه وطريقه ادائها وكلام المدير الفني، كل ده في اعتبارنا وبنحترمها وبنقدرها، وكل شيء يتحط في مكانه، الكلام ده واصل لينا كجهاز وواصل لينا كلعيبه، وان شاء الله قادرين ان احنا نتعامل معها مع احترامنا وتقديرنا لفريق الفيصلي وطموحه للمنافسه على البطوله، وانه يقدم اداء مميز، ولكن احنا سنظل النادي الاهلي بتاريخنا بادارتنا بلاعبتنا بطموحنا بجماهيريتنا، وقادرين ان شاء الله نقدم حاجه كويسه ان شاء الله. حسام. كابتن احمد، يمكن على الرغم من المساحات كتير لاكثر من مدير فني البطوله بيشارك في الصف الثاني وكده، لكن اعتقد ان القيمه الماليه للبطوله البطل 2.5 مليون دولار ده هتخلي الفرقه على ارض الواقع كله بيلعب على اللقب. بالنسبه لك النادي الاهلي قلت لما بيشارك في البطوله بتسعى للقب، يعني بنظره عامه حضرتك شايف مين اللي ممكن يكون واجه قوي الاهلي في البطوله على اللقب وفي منافسه، يعني مين الفرق اللي شايفها ممكن
تنافس بشكل قوي على دايما دايما في البطولات المجمعه. دايما التاريخ التاريخ دايما بيقول كلمته دايما في الفرق اللي دايما بتوصل للنهائي باستثناء بعض المفاجآت في بعض البطولات. مش دايما كل البطولات فيها مفاجآت، ولكن بعض البطولات بيبقى فيها مفاجآت من الفرق اللي بتبقى بعيدا عن المنافسه فجاه بتظهر، ولكن في معظم البطولات دايما التاريخ هو صاحب الكلمه الاولى. فدايما الفرق ذات التاريخ ذات الجماهيريه ذات المنافسه الدائمه على البطوله هي اللي بنشوفها دايما في البطولات المجمعه، هي اللي دايما في النهائيات باستثناء انا بقول باستثناء بعض الفرق اللي في بعض البطولات ممكن تكون عاملة طفرة من حيث الأداء والإمكانيات فتظهر في, 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 في المراحل المتقدمة. يمكن البطولة دي أجواءها مختلفة، إنها جاية في توقيت صعب جدا جدا لمعظم الفرق. يعني احنا بالنسبه لنا في مصر لسه عندنا البطولات مستمره، في فرق خلصت بقى لها فتره، فبالنسبه لها ده اعداد لموسم جديد. الفرق اللي لسه مخلصه ممكن يعني اللي خلصت بقى لها فتره وعملت اعداد وبدا على موسم الموسم بتاعها ممكن يكون قرب، يمكن دي بتكون بالنسبه لها اكتر يعني اكتر فرق ممكن تكون جاهزه. زي ما قلت في فرق مريحه لعيبه، في فرق مش جايه بمعظم العناصر الاساسيه بتاعتها، فانا ما اقدرش مع المستوى الفني احكم على يعني نقول مين الفرق اللي ممكن تنافس دلوقتي، مين الفرق اللي ممكن توصل، الا ما البطوله تبدا يبقى اول تجربه لكل الفرق نقدر نشوف مين الفرق اللي عندها اكتر ثبات اكتر جاهزيه اكتر استعداد اللي ممكن توصل المحطات اللي بعد كده. انما من دلوقتي اعتقد صعب. يعني لو قعدتك كابتن احمد يعني مين راح يوصل المباراه النهائيه؟ توقعاتي اتمنى النادي الاهلي طبعا. يعني اتمنى النادي الاهلي ضد مين يعني مش عاوز اقول ضد مين دلوقتي، ولكن اتمنى يكون النادي الاهلي طرف في المباراه النهائيه، واتمنى حصوله على اللقب كمان ان شاء الله. حد عندك ويعني وعاوز واتمنى طبعا التوفيق لكل الناس المشاركه. اكيد كل الناس المشاركه هدفها على يعني عينها على البطوله، اكيد ما فيش حد بيشارك في بطوله الا وعاوز يكسب، ولكن اكيد بيبقى عنده اهداف تانية غير معلنه بالنسبه له مرضيه. لو ما حققش البطوله ممكن يكون حققها، اتمنى كل واحد مشارك يكون بيحقق اهدافه بشكل كويس. يعني نشكر الكابتن احمد المشاهدين. كنا نتابع هذا الجزء من المؤتمر الصحفي لكابتن احمد ايوب مدرب النادي الاهلي ومتحدثا عن حظوظ النادي الاهلي في البطوله العربيه التي سوف تبدا غدا بلقاء النادي الاهلي مع النادي الفيصلي الاردني. والان مشاهدينا فصل قصير ونعود لاستكمال هذه النشره، كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، والآن نتحول بكم إلى هذه الطائفة من أخبارنا الرياضية والزميلة بسمة صعدوي. إليك بسمة. شكرا لكما وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. خصصت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية استاد الميكس في الإسكندرية لتدريبات الزمالك خلال البطولة العربية، ويخوض الفريق الأبيض مبارياته ضمن المجموعة الثانية على استاد الإسكندرية، وهي المجموعة التي تضم العهد اللبناني والنصر السعودي والفتح الرباطي المغربي. ومن المنتظر أن يفتتح الزمالك لقاءاته بالمجموعة أمام الفتح في 9 من مساء يوم الأحد. يختتم النادي الأهلي في 6 مساء اليوم الجمعة استعداده قبل مواجهة الفيصلية الأردني غدا السبت في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية. كان الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري اختار قائمة تضم 33 لاعبا للمشاركة في البطولة العربية، ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من الوحدة الإماراتي والفيصلي الأردني ونصر حسين داي الجزائري. وسبق للأهلي أن توج ببطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس مرة واحدة، والبطولة العربية للأندية أبطال الدوري مرة واحدة، وبطولة النخبة العربية مرتين. ضم فوزي البنزرتي المدير الفني للنادي الترجي التونسي 23 لاعبا للقائمة التي ستسافر إلى الإسكندرية السبت استعدادا للمشاركة في البطولة العربية. وقال البنزرتي في تصريحات مصورة لوسائل إعلام تونسية إن هدف الترجي هو تتويج بلقب البطولة العربية، مؤكدا أن بطل تونس يستهدف اللقب في أي بطولة يشارك فيها، ومعتبرا أن البطولة ستكون فرصة للاستعداد للموسم الجديد، مشيرا إلى أن الفريق سيواجه أندية قوية. كانت قرعة البطولة العربية أوقعت الترجي في المجموعة الثانية بجوار الهلال السعودي والمريخ السوداني ونفط الوسط العراقي.
أصدر المدير الفني للنصر السعودي تعليمته لمسؤولي استاد حرس الحدود بمنع دخول الصحفيين والإعلاميين لمتابعة المران الذي أقيم مساء أمس استعدادا لأولى مباريات الفريق بالبطولة العربية. فرض البرازيلي جوميس زياجا من السرية على التدريبات اعتمادا على الخداع التكتيكي وعدم كشف طريقة اللعب للمنافسين. وفي سياق متصل أعلن طلال النجار مدير الفريق السعودي أنه سيتم السماح للإعلاميين والصحفيين بحضور ميران السبت والمقام في 6 مساء على ملعب استاد الإسكندرية. التحق الثلاثي الدولي محمد عبد الباسط وخالد بوزير ومحمد الشمسي إلى بعثة الوحدة الإماراتية بالقاهرة استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية. واختار المدير الفني للفريق 22 لاعبا لخوض منافسات البطولة. كان الوحدة الإماراتية خاض ميرانه الأول باستاد السلام الذي يحتضن مباريات المجموعة الأولى التي تضم بجانب أصحاب السعادة كل من الأهلي المصري ونصر حسين داي الجزائري والفيصلي الأردني. أكد لاعب نفط الوسط العراقي جاهزيتهم لخوض منافسات البطولة العربية للأندية ضمن المجموعة الثالثة مع الهلال السعودي والترجي التونسي والمريخ السوداني. يفتتح نفط الوسط مبارياته يوم الاثنين المقبل بمواجهة الترجي، ثم يلتقي مع الهلال ويختتم مبارياته في دور المجموعات ضد المريخ، ويتأهل الفائز بصدارة المجموعات الثلاث إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني للدور قبل النهائي. إذن مشاهدينا نهاية هذه الجولة الرياضية السريعة وعودة إلى زملائي شيماء ورجاء إليكما. شكرا لك بسمة على هذه الأخبار الرياضية. شكرا لك أيضا بسمة. والآن مشاهدينا انتهت هذه النشرة لم يتبقى فيها سوى تذكير بأهم عناوينها. ثلاثة شهداء وعشرة الجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال جمعة الغضب لنصرة الأقصى. الداخلية السعودية تعلن مقتل 3 مطلوبين في اشتباكات بالخطيف. الجيش الوطني الليبي يتأهب لاقتحام درنة ويكثف من ضرباته الجوية على مواقع المسلحين داخلها. شدينا انتهت هذه النشرة. إلى اللقاء.